السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالباتي حبيباتي طالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم حبيباتي في درس جديد من دروس الشرعية. وكما تعودنا حبيباتي قبل بدء شرح الدرس ينبغي علينا أن نتعرف على القمة الشهرية والابتكار، والقمة الأسبوعية وهي التطوع. وسوف نتناول حبيباتي المجال الثاني من مجالات مادة الشرعية، وهو مجال الحديث الشريف. ودرسنا اليوم حبيباتي بعنوان التراحم بين المسلمين الجزء الثاني. هيا بنا حبيباتي لكي نتناول أهداف درسنا اليوم، وهو أن تشرح الطالبة الحديث الشريف. ثانيا أن تستنتج ما يستفاد من الحديث. ثالثا أن تعرف الطريقة معاني كلمات الحديث الشريف. والآن حبيباتي ننتقل إلى الهدف الأول، وهو أن تعرف الطالبة معاني كلمات الحديث الشريف. والآن حبيباتي قمنا بوقف العرض لمدة دقيقة، وعلى كل طالبة تقوم بقراءة الحديث الشريف بمفردها. والآن ننتقل حبيباتي إلى معاني حديث الشريف. لا يظلمه، لا يسبب له الضرر، لا يسلمه، لا يتركه يتأذى، فرج، كشف وخفف، قربة، أي كل ما يشغل الإنسان من الهم والغم. هيا بنا حبيباتي قمنا بفتح الكتاب صفحة 35 للإجابة على السؤال الأول بمفردك. والآن حبيباتي ننتقل إلى شرح الحديث الشريف. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي أن هذا الحديث بيبين حقيقة الأخوة. فالمسلم يكون أخو المسلم حبيباتي، ويجب أن يحب له الخير ويدعو له. كذلك المسلم لا يظلم أخاه المسلم بأي صورة، فلا يؤذيه في بدنه ولا في ماله ولا في عرضه. وكذلك من ترك أخاه المسلم يرتكب المعاصي فقد أسلمه للشيطان. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، أي أن حبيباتي الجزاء من جنس العمل، فمن سعى لمساعدة أخيه وقضاء حاجاته سهل الله له حاجاته وأعانه. وقد جاء في الحديث الشريف والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كذلك ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. هذا مثال آخر حبيباتي بين المسلمين، فمن أعان وخفف عن مسلم ما اشتد به من الهم والغم بكلمة طيبة أو عمل أو مال فساعده على إزالة كربته وهمه، فإن الله سبحانه وتعالى سيكافئه على هذا العمل بأن يفرج عنه من كرب يوم القيامة وهمومه. وهذا الحديث حبيباتي يؤكد قاعدة مهمة، وهي أن الجزاء من جنس العمل. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، حيث أن الدين الإسلام يحترم مشاعر الإنسان فلا تجوز فضيحته بين الناس. فمن سمع أو رأى عيبا في أخيه فلم يخبر به أحدا فإن الله تكفل بستره يوم القيامة. وهذا لا يعني حبيباتي أنك إذا رأيت أخاك المسلم على خطأ أو في معصية أن نتركه، بل يجب أن ننصحه فيما بينك وبينه. والآن حبيباتي قمنا بفتح مصدر التعلم صفحة 35 للإجابة على هذا السؤال بمفردك.
هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف معا على ما يستفاد من الحديث الشريف. الدروس المستفادة من الحديث الشريف: أولا، يحرم على المسلم أن يظلم أي إنسان وبالأخص المسلمين. الإسلام يدعو حبيباتي إلى التعاون والتراحم بين المسلمين. المسلم لا يترك أخاه يتعرض للأذى أو يخذله، كذلك يجب على المسلم أن يستر أخاه المسلم ولا يفضحه. والآن حبيباتي، بعد أن تناولنا قراءة الحديث الشريف، ينبغي على كل طالبة أن تقوم بترديد الحديث الشريف وحفظه حفظا متقنا.